وأذكر أول ما بدأت هذه الأجهزة وبدأت أيضا البرامج الموسوعية لكتب الحديث، سألت الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عن هذه الوسائل وتيسر التخريج من خلالها واستخلاص المعلومات من خلالها، فقال كلمة عجيبة رحمه الله أنقلها لكم لما فيها من فائدة. قال ذلك قديما في بداية هذه، قال هذه البرامج تجرئ المبتدئ، تجرئ المبتدئ وتقطع المنتهي. المنتهي الذي أخذ يجرد المطولات سنوات طويلة ويتتبع المضان ويجمع الأشباه والنظائر بعد سنوات طوال في البحث، المبتدئ يتجرأ وبضغطة زر يجمع أشباه ونظائر كثيرة من مضان عديدة جدا، لكنك لا ترى فيها حلاوة علم ولا تذوق فيها طعم علم، بخلاف تلك التي عانى أصحابها جردا وبحثا وقراءة ومكابدة ومطالعة وسهرا. فقال هذه تجرئ المبتدئ وتقطع المنتهي، وصدق رحمه الله في أنها تجرئ المبتدئ، فتجد من لا عناية له بالعلم ولا اشتغال له به يتجرأ في هذا المقام جرأة عظيمة جدا، مستخدما في هذه الجرأة مهارته في تلك الأجهزة، وهو من العلم خواء لا حظ له من العلم ولا نصيب، وقد يكون شأنه في هذا المقام من الناحيتين العلمية والعملية، ويتجرأ على هذا المقام مقام أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.